السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ويد غزلان، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكيكة الرخامية بمذاق هائل، كتجي لذيذة بزاف واقتصادية بكمية عائلية. في الحقيقة كتسهل انكم تجربوها. قوم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا 4 البيضات درجة حرارة المطبخ، عندنا ساشي ديال سكر فاني وقبصة ملح، عندنا كاس كبير ديال الحليب، كاس كبير ديال السكر، سكر سنيدة، عندنا كاس كبير ديال الزيت، عندنا 3 الكيسان كبار ديال تقريبا كيسان ديال العنبة، عندنا 3 ساشيات ديال التخميرة الكيماوية وما يعادل 21 غرام، عندنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، الكاكاو يكون مر، أو 4 معالق صغار. المهم هادو هما المقادير، راه اقتصادية. المهم البنات أنا غنخدم هنايا بالخلاط الكهربائي، اللي عندها الطراب الكهربائي تخدم به حتى هو مزيان. غناخد 4 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، اللي عندها البيض في الثلاجة تخرجو، اولا دير ليه كاس ديال الماء يكون دافي ما يكونش سخون باش ما يطيبش لينا البيض. كناخدو كيس ديال سكر فانيلا وقبصة ديال الملح باش حيد لينا سوية ديال البيض، وكنخلطو هاد العناصر وكنزيدو تدريجيا باقي المكونات. غادي نديرو هنايا خميرة كيماوية، 3 ديال الخمارات أي ما يعادل 21 غرام، ونزيدو معاهم 1 معلقة ديال الفورص باش تندمج لينا مع الخليط.
غادي نقسمو الخليط على جوج، وحده غنخليوها بيضه وحده غادي نزيدو لها الكاكاو. هذيك اللي غادي نخليوها بيضه غادي نزيدو لها واحد المعلقه كبيره ديال الفورس باش يولي لنا الخليط ثقيل، حيت انا كيكه ديما كنديرها ثقيله، عرفتي كتجيني خفيفه فاش كطيب ومنفوخه. المهم انا زدت هنايا معلقه ديال الفورس، وهنا غادي نزيد الكميه كامله ديال الكاكاو وغادي نخلطو جوج معالق كبار هنايا بالضبط اللي درت. المهم خذوا الكاكاو المور ديال العبار، ما ديروش هذيك ديال الساشي، خذوا ديال العبار. غادي ناخذوا المول على هذا الشكل وفي هذا القياس، غادي ندهنوه بالزيت. انا كندهنو غير بالزيت وبالفورس، ما كنديرش الزبده. وهذه هي الطريقه اللي كندير. غادي نكملوا الشكل ديالهم بهذه الطريقه، معلقه بالخليط الابيض ومعلقه بالخليط الاسود حتى نكملوا الخليط اللي عندنا. هنا بعد ما طاب لينا الكيك غادي نزينوه بالكونفيتور. مهم اي مذاق عندكم ديال الكونفيتور، الا ما كنتوش كتبغيو ممكن ديروه بلاصتو الشكلاط دايب مع شويه ديال الحليب، كتبقاو ديروه بحال هاد العمليه حتى كتكملوا الدائره. هنا غادي نزينوه بشويه ديال الكوك وشويه ديال الكاكاو. الا بغيتو ديروه بالشوكولاط من الفوق ممكن ديرو الطرف ديال الشوكولاط تحكوه، اولا جوج طروفه تحكوهم وديروهم من الفوق. هاد الكونفيتور كيجي الديكور ديالهم رائع. حبيباتي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه الرخاميه. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.